الحقيقه اتحاد العاب القوى البدنيه أيوه. من حوالي نقول ثلاث اسابيع كده طلب ان هو يقعد معانا وقعدنا معاه قالوا لنا اشرحوا لنا احنا برضو الحتت دي احنا مش فاهمينها ايوه فقعدنا شرحنا له برضو في كانت ايه مشاكلهم؟ مشاكلهم ان اللاعب خد بالك ايه؟ يعني احنا برضو عندنا في حته اللامبالاه تمام انا دخلت بياناتي انا دخلت بياناتي ان انا النهارده موجود مع حضرتك في مدينه الانتاج الاعلامي بس انت ما بعتليش خلاص انا ما بروحش مش رايح مدينه الانتاج الاعلامي هاخد بعض مثلا واروح اقعد في حته تمام ما بغيرش على البرنامج هم يجوا يسالوا عليا هنا مش موجود مش موجود اصبحت ايه يا اما فايلنج فيلير يا اما ميستس اكوردنج للايه للبرنامج يبقى دي كده اول مره ادي مره ثلاث مرات في 12 شهر متواصله يبقى سنتين ايقاف لازم توصل للاعب ولازم توصل للاتحاد ولازم توصل للمدير الفني طب الاتحاد لما قعد معاكم يعني سالكم مثلا ايه نوعيه نوعيه المكملات الغذائيه كل الكلام طبعا طبعا هم سالوا ايه اللي ممكن نتجنبه ايه اللي ممكن نخاف منه ودي حقيقه كلها سالوا يعني كل الحاجات دي ولذلك احنا بنقول بنوجه الدعوه لكل الاتحادات من عندك من هنا من البرنامج كلكم في اي وقت اطلبوا مننا نحدد مواعيد معاكم نقعد معاكم اللي انتوا عايزينه كله اي اسئله انتوا بتعن لكم او بتدور في ذهنكم اسالونا هنرد عليكم بالرغم ان احنا ايه باستمرار بنبعت تعميم بقائمه المحظورات بالمكملات الغذائيه اللي حضرتك تفضلت واتكلمت فيها تمام. باي مشاكل بالعذر المرضي باي ادويه الكورونا كذا ليه علشان ما يبقاش في عذر لحد بعد كده يقول لك ايه اصل المنظمه بعيد عننا وما نعرفش ودي على فكره الكلمه دي دايما ما هو دكتور برضه هنا الموضوع معقد جدا الى حد ما ليه بقى لان مثلا انا كاتحاد انا مسؤول عن اللاعبين عندي وانا بستورد مكملات غذائيه من بره هنا ايه اللي بيتم انا جايب العلب مقفوله وما عليهاش اي مصطلحات تماما بتوضح ان هي فيها مشاكل بالظبط طب انا هعرف منين واحنا كمان موضوع التحليل العينه دي صعبه شويه ما تجيبش خالص ما تجيبش هل هنا اللاعبين ممكن يعني ما وضحوش المكملات الغذائيه بايه بقى انا بحاجات طبيعيه عندك في عسل النحل وزي ملكات النحل يا دكتور انا كان معايا هنا في البرنامج نورني اكتر من بطل في كمال الاجسام ورفع الاثقال يعني بدون ذكر اسماء طب ماشي ما فيش حد فيهم قال لي ما ينفعش ما اخدش مكملات غذائيه لان الفكر اللي موجود عندنا قال لي العضله دي ما ينفعش تبقى من الحجم ده يا دكتور لا يا فندم غير بمكمل غذائي لا الا بالتستوستيرون الا فقط بس هو يعني العضله دي ممكن تبقى بالحجم ده لا حضرتك قول له تعالى انا هجيب لك بروتين تمام نظيف ما فيهوش تستوستيرون وخد من هنا لغايه السنه الجايه وتبقى ورينا عضلتك هيبقى شكلها ايه ده يمكن تمام الا المصانع دي كلها واخد بالك كانت ماشيه بحق ربنا كلها وعطتنا مكمل غذائي نظيف ولكن هي عارفه ان المكمل الغذائي لوحده كده مش هيعمل حاجه وبالتالي ما حدش هيشتري